في أجواء من الحماس انطلقت رحلة سلام ما كانت ممكنة قبل أشهر، تجمع مشاركين من شرق ليبيا وغربها وجنوبها لاستكشاف بلدهم في سياحة داخلية تشهد انتعاشا في هذا البلد رغم التحديات المرتبطة بالوضع الأمني وتداعيات جائحة كوفيد-19. أما في بلادك يعني مبلغ يعني بسيط رمزي، ما يعني قديش بتتعدى، يعني ممكن ما يتعداش حاجة 500 ألف دينار يعني وانت داخل بلادك. ومع هذا ان يعني زي جبال أكاكوس يعني حاجة أثرية يعني موجودة في كتب، مش حتى يعني شيء عادي، موجود في كتب وتاريخ، فالأولى ان احنا نمشي ونشوفها بعيوننا ونزورها. تجمع المشاركون في الرحلة في النقطة المحددة في القريات، المنطقة شبه الصحراوية التي تحيط بها الجبال وتعد واحدة من البوابات المؤدية إلى قلب الصحراء الليبية، وهي تربط مدن الشمال بمدن الجنوب وتبعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس. وأكثر من 300 آلية متحركات دفع رباعي، 320 منكم بالتحديد أو 330، لكن نبي نقوله 300. مدة الرحلة من 10 إلى 14 يوم، يعني على الظروف، مرات في عطل، مرات في حاجة، مرات في كذا. ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي وقع في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي عزز الإقبال على الرحلات السياحية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة داخل ليبيا. النادي اجتماعي بحت، يعني اجتماعي، لم الشمل للتقارب الآن مشارك. الآن في الرحلة الرابعة مشاركين من كل أنحاء ليبيا، يعني من كل مدن ليبيا، من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، كل المدن والقرى والأرياف مشاركين معنا. وكانت ليبيا تشهد في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومنذ رفع العقوبات الدولية في العام 2003 إقبالا من السياح الأجانب، ونظمت رحلات سياحية رغم محدوديتها خصوصا إلى المواقع الصحراوية والآثار التاريخية الرومانية المطلة على البحر المتوسط.